بداية سنستعرض المستويات الفنية. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. يا أهلا فيك بابا. يعني اليوم انخفاض جديد بعد موجة من الارتفاعات التي كانت خلال بداية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع اليوم، يعني خلينا نقول ست جلسات متوالية كان هناك ارتفاعات، من الواضح أنه هو يعني منطقي إلى حد ما هذا الانخفاض. نعم حقيقة إسراء، اليوم كما أشرتي انخفاض تقريبا بثلاث أعشار النقطة المئوية. طبعا بدأت الجلسة اليوم بارتفاع وصولا إلى مستويات 1870 نقطة، امتدادا إلى الارتفاع الذي شهدته البورصة يوم أمس، وقد تفاعلت كما لاحظنا البورصة إيجابيا مع المعطيات الجديدة والاهتمام من قبل الحكومة في بورصة عمان. نعم. الآن إسراء، أود التوضيح هنا إلى أن يعني بورصة عمان هذه يعني ومع ارتفاع اليوم الذي حصل في بداية جلسة اليوم، يعني هي سابع جلسة على التوالي من الارتفاع المستمر في بورصة عمان، امتدادا إلى الارتفاع الذي حصل على مدار جلسات الأسبوع الماضي. وقد صعد المؤشر العام منذ اختراق مستويات المقاومة الرئيسية التي كانت عند مستويات 1815 نقطة، وصلنا إلى مستويات 1870، أي نسبة الارتفاع كانت بأكثر من 3% وبمقدار 55 نقطة. تحسنت معطيات ومؤشرات البورصة بشكل جيد جدا على مدار يعني الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع. جميل. اليوم تصحيح طفيف في المؤشر العام، دائما أي صعود يعني يتبعه تصحيح، والتصحيح دائما في الأسعار يشيل يعني يزيل أي يعني تضخمات يعني سعرية. ولكن إذا ما قارنا يعني هذا الانخفاض مع حجم التداول، يعني هل التأثير سيكون أكبر عندما يكون حجم التداول أكبر؟ لأنه الارتفاعات التي لاحظناها كمان خلال الفترة الماضية لم تكن متوازية مع نسبة حجم تداول كبير إلى حد ما. نعم حقيقة إسراء، ارتفاع حجم التداول مع الارتفاع الذي شهدته البورصة في الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع يعني بداية هذا الأسبوع في جلسة أمس تحديدا، واختراق مستويات 1845 وهي المتوسط المتحرك لخمسين يوم. الآن بقي المؤشر العام رغم إغلاقه اليوم تقريبا عند مستويات 1856 نقطة، بقي فوق مستويات 1845 نقطة وهي المتوسط المتحرك لخمسين يوم. هذا يعني هذه ثاني جلسة على التوالي بالاستقرار فوق مستويات 1845 نقطة. يعني ربما هذا فنيا إسراء يعطي انطباعا أنها سوف تكون نقطة الدعم الرئيسية مستويات 1840 نقطة على المدى المتوسط والقصير. نعم بما أنك تحدثت، يعني أريد أن يعني ألفت سريعا لموضوع الإيجابية، يعني هل ترى أن الحكومة الآن واجتماعها أو خلينا نقول الإيجابية تجاه بورصة عمان سينعكس فعليا على أرض الواقع بإيجابية؟ يعني حقيقة إسراء، هو شهد يعني أكثر من عامل، أو يعني أولا تصريح الحكومة بتحديد جدول زمني للاهتمام بالنسبة لبورصة عمان، هذا يشير إلى أنه يعني ربما تكون هنالك خطوات عملية في المستقبل القريب لتحسين مؤشرات البورصة وإيجاد سبل لتحفيز السوق. كيف هو الانعكاس على القطاعات تحديدا؟ سنستكمل متابعة نتائج الربع الأول للقطاعات والشركات، والآن سنستعرض أداء قطاع الصناعات الكهربائية تحديدا في الربع الأول من العام الحالي. كما نلاحظ أن هنا في 2019 هناك خسائر وصلت لها بأكثر من 1,160,000، مقابل أنه الخسائر كانت أقل بكثير في الربع صحيح. الأول من 2018، يعني لم تصل حتى إلى 100,000 تقريبا. فهذا القطاع تحديدا واضح من ضمن القطاع الصناعي أيضا أن هناك تراجع. صحيح إسراء، هنا نلاحظ أن يعني كما أشرتي انخفاض كبير وتحول يعني وزيادة في الخسائر بالنسبة لقطاع الصناعات الكهربائية، وهو ضمن يعني هو القطاع الفرعي من ضمن قطاع الصناعي، يعني يحتوي على ثلاث شركات، يعني هو مختص بصناعة الأسلاك الكهربائية والصناعات الكهربائية بشكل عام ومترابط مع قطاعات أخرى إسراء. يعني لاحظنا أن يعني أمس كنا يعني نتحدث يعني عن قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، فيوجد قطاعات مترابطة مع يعني مع بعضها البعض، يعني وتشهد ربما ضعفا وتدني في أرباحها خلال الربع يعني الأول. الصناعات تحديدا أيضا مرتبطة بالطاقة، مرتبطة بالكلفة التشغيلية، مرتبطة بكثير من الأمور. يعني نلاحظ هنا بالنسبة لهذا القطاع الخسائر بالنسبة لثلاث شركات، يمكن الثلاث شركات هي المدرجة في بورصة عمان، هي شركات ثلاث شركات مساهمة عامة من
من ضمن قطاع الصناعات الكهربائية مدرجة في بورصة عمان لم يكن هنالك أي أرباح إسراء، يحتوي القطاع يعني على ثلاث شركات مليون بالضبط، يعني كانت حققت خسائر أو صافي خسائر عائدة إلى المساهمين بمقدار مليون ومئة وستين. يعني عندما نتحدث من كانت محافظة إلى حد ما على استقرار إلى حد ما بألفين، خلينا نحكي بألفين وثمانطعش كأرباح أو خلينا كخسائر مظبوط كانت صافي، ولكن ما الذي حصل؟ ما الذي يتأثر به هذا القطاع؟ كان صافي يعني كان صافي الخسائر في الربع الأول من عام 2018 بمقدار 77 ألف، تحولت شركة من الربحية إلى خسائر كبيرة ربما أو تحولت إلى يعني إلى خسائر رفعت من صافي خسائر القطاع الإجمالي بشكل عام. طيب خلينا نستعرض بالتفصيل يعني الشركات إن كان من ناحية الربح والخسارة، وسنبدأها باستعراض الشركات الأكثر خسارة لنقول إلى حد ما. بالنسبة لمصانع الكابلات المتحدة العربية للصناعة الكهربائية الوطنية، هم هذول الثلاث الشركات المدرجة في بورصة عمان في هذا القطاع. هم ثلاث شركات المدرجة في 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 هذا القطاع، قطاع الصناعات الكهربائية. طبعا مصانع الكابلات المتحدة إسراء هي التي تحولت إلى يعني الخسارة في الربع الأول. وكل هذه الخسائر خسائر تشغيلية، أي أنه لا يوجد أي خسائر استثنائية، فيعني ذلك أنه ربما يكون هنالك تعويض مع باقي أجزاء العام الحالي. فحققت خسائر بمقدار 866 ألف دينار، وخسارة للسهم الواحد قرشين ونصف القرش تقريبا. في المرتبة الثانية العربية للصناعات الكهربائية بخصافي خسائر 126 ألف، وعائد أو خسارة السهم الواحد قرشين. والوطنية لصناعة الكوابل بصافي خسائر في الربع الأول ب 165 ألف وخسارة السهم الواحد قرش واحد. نلاحظ أن الشركات ربما الخسائر طفيفة، ولكن يعني بالنسبة لربحية القطاع بشكل عام ربما يكون هنالك تعويض مع باقي أجزاء هذا العام إن شاء الله. طيب لنستعرض أيضا الشركات الرابحة إذا كان هناك شركات رابحة. هو لا يوجد شركات رابحة في القطاع. لم يكن هناك أي شركات رابحة. طيب هي ثلاث شركات في القطاع يعني وكلها حققت خسائر. وكما أشرنا إسراء، هي ترابط القطاعات مع بعضها ربما يعني هو زي الدومينو، يعني بتلاقي كل القطاعات يعني يوجد إيجابا أو سلبا، يوجد ضعف في الأداء. طيب بالنسبة للقيمة السوقية، عندما نتحدث عن هذا القطاع نتحدث عن رأس مال يصل إلى 60 مليون تقريبا، أما بالنسبة للقيمة السوقية فيعني تصل إلى 20 مليون تقريبا. نعم، مجموع رؤوس أموال الشركات إسراء بأكثر من 60 مليون دينار، والقيمة الإسمية للسهم دينار واحد. القيمة السوقية كما نلاحظ تقريبا حوالي 21 مليون دينار، أي أن تقريبا تشكل 34% القيمة السوقية من رأس مال القطاع. هذا يشير إلى أن معظم أسعار ثلاث شركات أو المتداولة في القطاع أقل من القيمة الإسمية للسهم وهو دينار، وهذا ما ينعكس وما يعكس أداء القطاع وربحية القطاع بشكل عام. بالنسبة للقيمة السوقية اللي يعني مجمل بورصة عمان، ماذا يمثل هذا القطاع؟ يعني هي نسبة طفيفة جدا. نحن نتحدث الآن بأكثر من 15 مليار دينار إسراء بالنسبة للقيمة السوقية لبورصة عمان، متأثر بأداء القطاع ويعني أقل من القيمة الإسمية للقطاع. خالد ربابع، شكرا لوجودك معنا في هذه الإطلالة، والشكر كما تعودنا لكم مشاهدينا على متابعتكم لجولتنا في بورصة عمان. ملتقانا غدا في نفس الموعد، حتى ذلك اللقاء أترككم في أمان الله.